السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا ومرحبا بكم في دروس مادة الجغرافيا. درسنا اليوم من الوحدة الأولى التي تتحدث عن قارة آسيا، وهو بعنوان الخصائص الطبيعية لقارة آسيا. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب تكون قادرا على أن تعدد العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا، توضح نتائج تنوع التضاريس على مناخ قارة آسيا، تدلل على تأثير التيارات البحرية في مناخ قارة آسيا، تربط بين مساحة قارة آسيا ونوع المناخ السائد بها. ينقسم درسنا اليوم عزيزي الطالب إلى جزئين. الجزء الأول يتناول العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا، أما الجزء الثاني فيتناول الأقاليم المناخية في قارة آسيا. وسوف نتناول بالشرح في هذا الدرس العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا. بداية عزيزي الطالب، ما المقصود بالمناخ؟ وما الفرق بينه وبين الطقس؟ أحسنت عزيزي الطالب، المناخ هو متوسط الأحوال الجوية في منطقة ما من حيث الحرارة والأمطار والرياح والضغط وغيرها لفترات زمنية طويلة، بينما الطقس هو وصف للأحوال الجوية في منطقة ما لفترة زمنية قصيرة. الهدف الأول أن تعدد عزيزي الطالب العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا. عزيزي الطالب، من خلال دراستك وخبراتك من الأعوام السابقة، هل يتشابه المناخ في كل دول العالم؟ أحسنت عزيزي الطالب، يختلف المناخ من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى بسبب عدد من العوامل. إذن عزيزي الطالب، من خلال الفيديوهات التي أمامك استنتج أهم العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا. أحسنت. مساحة القارة وشكل سواحلها، التضاريس أو مظاهر السطح، التيارات البحرية، الموقع الفلكي، الغطاء النباتي، كل هذه العوامل تؤثر في المناخ. عزيزي الطالب، لاحظ الصور الآتية ثم استنتج من خلالها أهم العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا. أحسنت عزيزي الطالب، الصورة الأولى تعبر عن الموقع الفلكي أو الموقع بالنسبة لدوائر العرض، أما الصورة الثانية فتعبر عن التضاريس. الصورة الثالثة، أحسنت، مساحة القارة وشكل سواحلها. أما الصورة الرابعة أو العامل الرابع فهو أحسنت التيارات البحرية. أولا الموقع بالنسبة لدوائر العرض. عزيزي الطالب، تمتد قارة آسيا بين دائرتي عرض، أحسنت، من 81 درجة شمالا إلى 10 درجة جنوبا، أي تمتد القارة على 91 دائرة عرضية. إذا عزيزي الطالب، ما النتائج المترتبة على هذا الامتداد الكبير؟ أدى إلى تنوع الخصائص المناخية، حيث يسود المناخ نقط في شمال القارة بينما يسود المناخ نقط في جنوبها. أحسنت، في الشمال يسود المناخ القطبي بينما في الجنوب يسود المناخ الاستوائي. أحسنت عزيزي الطالب، الهدف الثاني أن توضح عزيزي الطالب نتائج تنوع التضاريس على مناخ قارة آسيا. الآن عزيزي الطالب، لتستمع إلى هذا الفيديو
ثم تجيب عن الأسئلة التي تلي. تتعدد السلاسل الجبلية في قارة آسيا، ومن أشهرها وأكبرها السلاسل الجبلية في وسط القارة التي تتجه من الشرق إلى الغرب. وقد أدى اتجاه الجبال بهذا الشكل إلى منع المؤثرات الدفيئة جنوب القارة من الوصول إلى شمالها، كما أدى إلى منع المؤثرات الباردة والقطبية من الوصول إلى جنوب القارة. الآن عزيزي الطالب، ما الاتجاه العام للجبال في وسط آسيا؟ أحسنت، تتجه الجبال في وسط آسيا من الشرق إلى الغرب. ما النتائج المترتبة على اتجاه الجبال في وسط آسيا من الشرق إلى الغرب؟ أحسنت عزيزي الطالب، منع المؤثرات المناخية الدفيئة القادمة من جنوب القارة من الوصول إلى شمالها. أيضا منعت المؤثرات الباردة والقطبية من الوصول إلى جنوب القارة. أحسنت عزيزي الطالب. الهدف الثالث أن تدلل عزيزي الطالب على تأثير التيارات البحرية في مناخ قارة آسيا. بداية عزيزي الطالب، ما المقصود بالتيارات البحرية؟ حسنت، التيارات البحرية هي كتلة من المياه تتحرك باتجاهات محددة ولمسافات بعيدة على شكل ما يشبه أنهارا مائية ضخمة في المحيطات والبحار. ومن خلال الخريطة التي أمامك عزيزي الطالب، كما ترى، ما أنواع التيارات البحرية؟ أحسنت، كما درست سابقا، التيارات البحرية نوعان، التي توجد باللون الأحمر على الخريطة فهي تيارات بحرية دافئة، والتي توجد باللون الأزرق فهي تيارات بحرية باردة. أحسنت عزيزي الطالب، ما النتائج المترتبة على مرور التيارات البحرية بجوار السواحل؟ أحسنت، التيارات الدافئة ما تأثيرها على درجة الحرارة والأمطار؟ أحسنت عزيزي الطالب، التيارات الدافئة ترفع درجة حرارة السواحل وتزيد من فرص، أحسنت، سقوط الأمطار، لأن الهواء الدافئ دائما لديه القدرة على حمل كميات كبيرة من بخار الماء، بينما التيارات البحرية الباردة تؤدي إلى خفض درجة حرارة السواحل، وبالتالي تسبب الجفاف وتكون الصحارى. أحسنت عزيز الطالب، إذن عزيز الطالب، ما هي التيارات البحرية التي تمر بجوار سواحل قارة آسيا؟ وما تأثير هذه التيارات على مناخ القارة؟ أحسنت عزيزي الطالب، يمر بجوارها تيار اليابان الدافئ، وهذا التيار يؤدي إلى دفء السواحل الشرقية وغزارة الأمطار عليها، كما يمر بجوارها أيضا تيار كمتشتكا البارد، وهو يؤدي بالتالي إلى خفض درجة حرارة السواحل الشمالية الشرقية ويقلل من فرص سقوط الأمطار. أحسنت عزيزي الطالب، الهدف الرابع أن تربط عزيزي الطالب بين مساحة القارة ونوع المناخ السائد بها. العامل الرابع عزيزي الطالب، مساحة القارة وشكل سواحلها. درسنا سابقا عزيزي الطالب مساحة قارة آسيا، كم تبلغ مساحتها؟ أحسنت، 44.5 مليون كيلومتر مربع. عزيزي الطالب، لاحظ الخريطة التي أمامك، كيف هو شكل السواحل؟ هل هي مستقيمة أم متعرجة؟ أحسنت عزيزي الطالب، متعرجة، والدليل على ذلك
كثرة أشباه الجزر التي تخرج من القارة وكثرة الخلجان أيضا. إذن عزيز الطالب، ما العلاقة بين مساحة القارة وسيادة المناخ الجزري والمناخ القاري بها؟ أحسنت عزيز الطالب، أدى اتساع مساحة القارة إلى اقتصار المؤثرات البحرية على المناطق الساحلية وأشباه الجزر التي تقع في جنوب القارة، حيث تتأثر بالمناخ الجزري الذي يتميز باعتدال المناخ طوال العام، أي أن سواحل القارة تتأثر بالمناخ الجزري الذي يتميز باعتدال درجة الحرارة، بينما المناطق الداخلية يسودها المناخ القاري. والمناخ القاري عز الطالب يتميز باتساع المدى الحراري اليومي والسنوي. ما المقصود بالمدى الحراري اليومي؟ المدى الحراري اليومي هو الفرق بين أعلى درجة حرارة سجلت خلال اليوم وأدنى درجة حرارة سجلت في ذلك اليوم، وكذلك المدى الحراري السنوي. والآن عزيزي الطالب، مع الغلق الختامي وحل بعض التدريبات على درسنا اليوم. والآن عزيزي الطالب، افتح كتابك صفحة 28 على تدريبات الكتاب. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. رقم 4، تمتد المرتفعات في القارة الآسيوية في شكل محور عرضي من الشرق للغرب، من الجنوب للشمال، من الغرب للجنوب، من الشرق للشمال. أحسنت عزيز الطالب، من الشرق للغرب. السؤال الثالث، برهن على صحة العبارات التالية. 3، تلعب الجبال دورا مهما في مناخ قارة آسيا، أي ما تأثير الجبال في مناخ قارة آسيا؟ برهن على ذلك. أحسنت، أدى امتداد الجبال في وسط القارة من الشرق إلى الغرب إلى منع وصول المؤثرات الباردة إلى الجنوب ومنع المؤثرات الدفيئة من الاتجاه إلى الشمال. السؤال التاسع، ما العلاقة بين رقم 1، اتساع القارة الآسيوية والمناخ؟ أحسنت عزيز الطالب، أدى اتساع القارة إلى اقتصار المؤثرات البحرية على المناطق الساحلية وسيادة المناخ القاري في المناطق الداخلية، أي أن المناطق الساحلية أصبح مناخها جزري تعتدل فيه درجات الحرارة والمناخ، أما المناطق الداخلية فمناخها قاري، أي يتسم بزيادة المدى الحراري اليومي والسنوي. والآن عزيزي الطالب، اغلق كتابك ثم أجب عن الأسئلة الآتية. أولاً، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. 1، أي التيارات البحرية الآتية يمر بجوار سواحل قارة آسيا؟ ممتاز عزيزي الطالب، تيار اليابان الدافئ. 2، أدى مرور تيار كامتشتكا على السواحل الشمالية الشرقية لقارة آسيا إلى بوركت عزيزي الطالب، إلى خفض درجة حرارة السواحل. 3، عدد العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا. رائع عزيزي الطالب، الموقع بالنسبة لدوائر العرض أو ما يسمى بالموقع الفلكي، مساحة القارة وشكل سواحلها، التيارات البحرية، وأخيرا التضاريس. 3، ما النتائج المترتبة على امتداد القارة على 91 دائرة عرضية؟ أحسنت عزيزي الطالب، تنوع الخصائص المناخية في القارة، حيث يسود المناخ القطبي شمالا، أما في الجنوب فيسود المناخ الاستوائي الحار. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.